بسبب الحرب. ووجه البرهان حكومة ولاية نهر النيل بتقديم كل ما من شأنه خلق البيئة الآمنة والمريحة لهؤلاء المواطنين والوافدين إلى الولاية. هذا وقدم رئيس مجلس السيادة دعما ماديا وعينيا لدار الآباء ومركز الإيواء. أكد اللواء شرطة معاش خليل باشا سيرين وزير الداخلية المكلف حرص واهتمام وزارته بتوفير الدعم اللازم لخطط وبرامج قوات السجون حتى تطلع بدورها في تحقيق العدالة الجنائية. جاء ذلك لدى زيارته رئاسة قوات السجون بولاية البحر الأحمر رفقة الفريق شرطة حقوق خالد حسام محي الدين المدير العام لقوات الشرطة، بحضور الفريق شرطة ياسر عمر أبو زيد مدير قوات السجون ومدراء الإدارات والدوائر بقوات السجون، مبينا أن قوات السجون ظلت تبذل جهودا كبيرة في إصلاح النزلاء وفق المعايير العالمية لحقوق الإنسان. من جانبه أشاد الفريق شرطة ياسر عمر أبو زيد مدير قوات السجون بزيارة وزير الداخلية المكلف ومدير عام قوات الشرطة لقوات السجون، والتي تجيء والبلاد تشهد ظروفا استثنائية تتطلب بذل مزيد من الجهود لترقية وتطوير عمل السجون. زيارة ناجحة وقفنا من خلالها على كل الأنشطة التي تقوم بها قوات السجون في تحقيق العدالة. والسجون بتمثل يمكن الضلع الرابع والمهم جدا لتحقيق العدالة الجنائية من بعد أقسام الشرطة والنيابة والمحاكم، لأنها هي اللي بتحول الأحكام القضائية إلى تنفيذ فعلي. ومن هذا المنطلق نشيد بكل الأدوار والمهام اللي بتقوم بها هذه القوات، ونشيد من أزرة إن شاء الله. وهنالك بعض المواقف يعني سوف يتم ممكن الإيفاء بها حتى يعني تقوم هذه القوات بدورها كامل. شارك وزير الزراعة والغابات دكتور أبو بكر البشرى في مراسم افتتاح الدورة 16 لمعرض بكناس الدولي على يد سمو ولي العهد المغربي. وضمت الدورة جناحا للسودان ممثلا بوزارة الزراعة والغابات. وثمن وزير الزراعة والغابات مشاركة السودان في المعرض والتي تم من خلالها عكس الإمكانيات التي تتمتع بها البلاد وما فيها من فرص زراعية. من جانبها وضحت السيدة السفيرة مودة عمر سفيرة السودان بالرباط أن السودان لا يزال لديه الكثير ليقدمه للعالم في المجال الزراعي، مبينة أن السودان يتطلع للاستفادة من التجربة المغربية في تطبيق استراتيجية الجيل الأخضر. نحن سعداء كثيرا أن هذا المعرض عرض كثير من المحاصيل والمنتجات التي يتميز بها السودان. عرض هناك السمسم والفول السوداني والكركديه والصمغ العربي، ونحن كدولة لنا ميزة تفضيلية في هذا المحصول، محصول الصمغ العربي عرض كذلك في هذا المعرض. نحن نريد أن نقول هذا المعرض سميناه حصاد الكرامة، لأننا ما زلنا نعمل وسنعمل إن شاء الله حتى ينجلي هذا الشر الذي فرض على السودان، حتى تعود الخرطوم إلى سابق حالها ويعود السودان أخضرا مرة أخرى. نحن سنشرف كل الفعاليات وكل المشاريع التي تمثل الزراعة. حي الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي مجهودات حكومة ولاية نهر النيل تجاه الاقتصاد والاستثمار والإنتاج. جاء ذلك لدى لقائه ببورس السودان الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو جرون والي ولاية نهر النيل المكلف، والذي قدم تنويرا للوزير عن الأداء بالولاية خلال الفترة السابقة بالتركيز على الاقتصاد والاستثمار وجهود الولاية تجاه الوافدين. وأكد الوزير دعمه لمجهودات الولاية خاصة في مجال تفعيل عمليات التعديل وزيادة
الإنتاج بعد النجاح الكبير الذي حققته الولاية في الموسم الشتوي والإنتاجية العالية من محصول القمح، وأضاف بأن الولاية يعول عليها حاليا لتحقيق الأمن الغذائي بالبلاد. طمأننا أكثر على إنتاج القمح في الولاية وتوفير المخزون الاستراتيجي اللي بكفي إن شاء الله ليس الولاية فقط ولكن بتعد الولاية للولايات الأخرى. وطمأننا على أحوال الأسواق الذهب والمناجم، افتكروا الولاية ماشية بصورة متقدمة جدا في إنتاج الذهب. نحن كل المؤشرات في ولاية من ولاية نهر النيل مؤشرات مطمئنة ومبشرة للشعب السوداني ولأهل الولاية بصورة عامة. قدم السفير دكتور محمد عبد الله التوب القائم بأعماله سفارة جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية، يرافقه الدكتور خضر فيصل أبو بكر المستشار الطبي بالسفارة، قاموا بزيارة لمؤسسة بهية لسرطان الثدي ومركز الاستقامة لغسيل الكلى، وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك والتخفيض الذي ستقدمه مستشفيات ومراكز بهية للمرضى السودانيين بصفة خاصة في العلاج والكشف والفحص والأشعة بما يتجاوز 20%. وتم الاتفاق على توقيع مذكرة التفاهم خلال الأيام القادمة بمشيئة الله. من جانبه قدم السفير دكتور توم الشكر لإدارات المؤسستين على دورهم في خدمة السودانيين في مصر، مشيرا إلى العلاقة الصادقة التي تجمع الشعب الواحد في البلدين. تباحث ومع الإخوة في إدارة المستشفى أيضا حول الدور والخدمات التي يمكن أن يقدمها المستشفى للسودانيين المرضى السودانيين الموجودين في جمهورية مصر العربية، وإن شاء الله وجدنا كل التفاهم وكل الدعم والترحيب بأن يتم تقديم هذه الخدمات للسودانيين بشكل تسهيلات خاصة سيتم الاتفاق عليها إن شاء الله في بروتوكول التعاون ما بين السفارة وما بين هذا المستشفى الخيري لخدمة المرضى. هي كانت زيارة تشريفية لينا في مستشفى بهية، واحنا طبعا بنقول في هذه الزيارة بحثنا سبل التعاون لأشقائنا السودانيين عشان نوصل بهم لأفضل نتيجة علاج بأفضل مشاركة مجتمعية إن شاء الله. وبقول ده واجب علينا، واجب على علينا في مصر ومساندة الإخوة السودانيين الأشقاء في مصر إن شاء الله بإذن الله ربنا يفك الأزمة عنهم جميعا إن شاء الله بإذن الله. وتشرفنا بهذه الزيارة وإن شاء الله يبقى في عندنا في القريب العاجل توقيع بروتوكول رسمي، لكن ما زلنا دائما في دعم الإخوة السودانيين في كل وقت. وشكرا لحضراتكم على تشرفكم في الزيارة. طالبت المنظمة الدولية للاجئين الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي الآخرين التحرك وبشكل عاجل وعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لإدارة دولة الإمارات العربية المتحدة لاستمرارها في دعم جرائم الإبادة الجماعية في دارفور. يوما بعد آخر يشتد الخناق على دولة الشر الإمارات العربية المتحدة. المنظمة الدولية للاجئين طالبت الأربعاء بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لإدانة دولة الإمارات العربية المتحدة لاستمرارها في دعم جرائم الإبادة الجماعية في دارفور. وحذرت المنظمة في بيان صحفي صادر باسم رئيسها جيرمي كونديك من أن ماليشيا الدعم السريع وبدعم من الإمارات تنوي ارتكاب فظائع جديدة بشمال دارفور. ودعا بيان المنظمة الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي الآخرين إلى التحرك على نحو عاجل لوقف الدعم الإماراتي لماليشيا الدعم السريع، لأن الإمارات لا تزال المورد الرئيسي للأسلحة والدعم الدبلوماسي والسياسي لماليشيا الدعم السريع الإرهابية. وطالبت المنظمة الدولية للاجئين قادة دولة الإمارات بالوقف الفوري عن تسليح ميليشيات الدعم السريع في السودان. وقالت المنظمة في بيانها إن ميليشيا الدعم السريع التي ارتكبت إبادة جماعية في دارفور قبل 20 عام أحرقت ودمرت العديد من القرى حول مدينة الفاشر خلال الأيام الماضية. طالما كنا نتحدث عن الوضعية أو وضعية الحرب بعد مرور عام، ما كان ذلك ليحدث.
لولا أن دولة الأمارات الراعي الإقليمي لخطة العدوان المسلح استمرت في تقديم الدعم العسكري واللوجستي لدعم التمرد وحلفائه من الميليشيات بجانب الإسناد السياسي والإعلامي والدعائي. وكان مندوب السودان بالأمم المتحدة السفير الحارث إدريس جدد الجمعة الماضية مطالب السودان لمجلس الأمن الدولي بإدانة دولة الإمارات استنادا على تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، والذي أكد بالأدلة تورط الإمارات في دعم ميليشيا الدعم السريع بالأسلحة. وأكد تقرير الخبراء المقدم لمجلس الأمن رصد حركة طيران كثيفة لطائرات محملة بالأسلحة تقلع من مطار أبوظبي بالإمارات وتهبط في مطار أم جرس في تشاد، ومن هناك يتم نقل الأسلحة برا إلى ميليشيا الدعم السريع. وأشار تقرير الخبراء إلى أن اتهامات عضو مجلس السيادة الفريق والركن ياسر العطا للإمارات بدعم قوات الدعم السريع بالأسلحة لها ما يؤكدها. أما دولة الأمارات، الله أكبر عليها، الله أكبر عليها، سترجع لماضيها. أنا ما قادر، أنا أعرف منظمة إرهابية، أعرف منظمة مافيا، منظمة إجرامية، لكن دولة مافيا أول مرة نسمع بها. ترجع لماضيها. أهلا بكم. التقى والي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة بمدير هيئة إذاعة وتلفزيون ولاية الخرطوم دكتور يوسف محمد الناير ومدير الإدارة الهندسية بالهيئة أحمد عبد القادر، وتم خلال اللقاء التنوير بأوضاع الهيئة بعد أن دنستها الميليشيا المتمردة ونهبت ودمرت أجهزتها وبنياتها التحتية من أثاثات ومعينات فنية للإذاعة والتلفزيون، حيث تم التفاكر حول إعادة تشغيل الهيئة لتخدم قضايا وهموم المواطن وعكس النشاط الرسمي لحكومة الولاية عبر البرامج التفاعلية والأخبار وبث روح التسامح والتعايش ونطق النسيج الاجتماعي، خاصة في ظل الظرف الذي تمر به البلاد. وفي ولاية الخرطوم أيضا أجرت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بالولاية مراجعة شاملة لموقف تنفيذ القرارات والتكاليف التي أسندت للجهات المعنية بالخدمات بالخرطوم. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة. وقال الرئيس المناوب للجنة إيهاب هاشم إن هنالك استقرارا ملحوظا في الخدمات مما انعكس على عودة المواطنين إلى منازلهم. وأكد مندوب الكهرباء في اللجنة استقرار التيار بعد أن تمت معالجة مشاكل المحولات وتوفير الزيوت، مبينا أن الهيئة استرجعت نظام الدفع المقدم للكهرباء، ووصف النظام بأنه مهم لجهة أنه يوقف التوصيل العشوائي الذي يؤدي إلى الأعطال الكبيرة والقطوعات المتكررة. كما قدم مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم تقريرا حول التحركات الجارية لإصلاح العطل الرئيسي في الخط الناقل لمياه محطة الجماهير. هذا وعقد مفوض مفوضية العمل الطوعي والإنساني بولاية الخرطوم خالد عبد الرحيم بمقر المفوضية بمحلية الكرري عقد اجتماعا موسعا ضم مساعد معتمد اللاجئين بالولاية الصادق سليمان يعقوب، وتم استعراض جهود المفوضية تجاه تقديم الخدمات للمواطنين الوافدين إلى محلية الكرري بالإضافة إلى النازحين واللاجئين. لدى اجتماع بمعتمدية اللاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لوى الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بإفادات مهمة حول قضايا اللاجئين أمام الوفد المشترك، وذلك في مستهل زيارته لولاية الخرطوم والتي ستستمر لمدة يومين. وأكد الوالي خلال هذا الاجتماع حرصهم على التواصل مع وكالات الأمم المتحدة وتسهيل مهامها، وقال في الولاية لدينا مشكلة في الوجود الأجنبي الذي تنظمه القوانين، ولا بد من التفريق بين اللاجئ الذي يلتزم بالضوابط التي تحكم اللجوء وبين الوجود الأجنبي غير الشرعي، مشيرا للورشة التي عقدت في هذا الصدد إلا أن التوصيات لم ترى النور. نحن استعرضنا في لقاء مشترك حالة اللاجئين في ولاية الخرطوم قبل الحرب، والتي كانت نظمت لها ورش لتحديد الكيفية
للتعامل مع اللاجئين، خاصة أن معظم المتواجدين ويصنفوا أنفسهم كلاجئين كانت لا تنطبق عليهم القوانين والاشتراطات الدولية للجوء، حيث لم تكن هناك معسكرات لجوء بالمعنى المتعارف عليه. فكانت هناك ورش قبل الحرب وخطوات تمت لتوفيق أوضاع اللاجئين. بعد الحرب هناك متغيرات كثيرة. معظم اللاجئين أو الوجود الأجنبي إن صح التعبير، خرجت أعداد منهم خارج ولاية الخرطوم، ولكن للأسف أيضا شاركت أعداد منهم في أعمال عدائية أعمال إجرامية. وسائد معتمد اللاجئين ولاية الخرطوم الصادق سليمان أوضح أن ولاية الخرطوم تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين وتعمل في رعايتهم وحمايتهم وتقديم الدعم، مضيفا أن الغرض من الزيارة والوقوف على الأوضاع بالنسبة للاجئين والمجتمعات المستضيفة. وقال من خلال هذه الزيارة نستطيع أن نحدد الاحتياجات المطلوبة وتقديم الدعم اللازم في إطار هذا البرنامج أو في إطار توفيق أوضاع اللاجئين بولاية الخرطوم. لا بد من أن يتم تسجيلهم وتوفيق أوضاعهم القانونية وفقا للاتفاقيات الدولية وقانون اللجوء الوطني لسنة 2014. وهيمتد الزيارة باجتماع مع مفوض عام العمل الإنساني في الولاية، وكذلك زيارة بعض مواقع تواجد اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة، وأيضا الجلوس والاستماع لقيادات اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة بولاية الخرطوم محلية كرري، وإن شاء الله زيارة لها ما بعدها. من جانب أوضح الفريق شرطة دكتور إبراهيم أحمد شمين مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم أن الوجود الأجنبي يمثل أكبر مهدد أمني، والولاية ليست لديها معسكرات لاستيعاب اللاجئين، أن بعض مناطق تواجد اللاجئين أصبحت خاضعة للتمرد، ونأمل أن تقدر المفوضية وضع البلاد في ظروف الحرب، وعربط المفوضية أن تساهم في إيجاد الحلول، وستعمل على مخاطبة منظمات الأمم المتحدة بدعم خدمات اللاجئين بولاية الخرطوم. لتلفزيون السودان عبد العزيز سليمان عبد الرحمن حسن الخرطوم. أكد وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف دكتور خليل محمد إبراهيم أن الوضع القائم في ميال الصحة النفسية يحتاج للتدخلات، داعيا إلى وضع رؤية كلية للصحة النفسية في السودان وتوفير الميزانيات لها. جاء ذلك خلال اجتماعه ببورسودان مع ممثل المجلس الاستشاري للطب النفسي مدير عام مستشفى الطب النفسي ببورسودان دكتور بشار عبد الرحمن بحضور عدد من القيادات. وقال وكيل الوزارة إن الصحة النفسية ظهرت أهميتها خلال الحرب، خاصة من خلال العلاج النفسي للمصابين بسبب الاعتداءات من قبل ميليشيا الدجل الإرهابية على المواطنين، مما يشير إلى وجوب توفرها ضمن خدمات الرعاية الصحية الأساسية. التقى الدكتور محمد البدر عبد الماجد أبو جرون والي ولاية نهر النيل المكلف ببورسودان، التقى اللواء شرطة عثمان دينكاوي مدير شرطة الجوازات والهجرة، واستعرض اللقاء الجهود المبذولة لإنشاء مصنع للجوازات بولاية نهر النيل في إطار تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن. كما تطرق اللقاء إلى خطة الولاية لتوسعة وتأهيل مطار عطبرة لمواجهة التحديات التي تشهدها البلاد. من جانبه أشاد اللواء عثمان دينكاوي مدير شرطة الهجرة والجوازات بتعاون حكومة الولاية مع شرطة الجوازات، وأكد مدير شرطة الجوازات تعاونهم التام مع الولاية خاصة فيما يلي توسعة وتطوير مطار عطبرة باعتباره من المنافذ المهمة لمساهمته الفاعلة في الصادرات والواردات للولاية، معلنا عن التزامهم بتكملة العمل بمصنع الجوازات في الوقت المحدد ليباشر العمل قريبا. وقفنا بالزيارة السيد والي ولاية نهر النيل، تم التشاور والتباحث حول تركيب وتشغيل مصنع الجوازات بعطبرة. الحمد لله نقدر نقول انه خطوات تشغيل المصنع تسير بصورة طيبة جدا جدا، يمكن كما اكتملت كل التحضيرات والتجهيزات الفنية اللازمة بعد اكمال المرحلة الاولى من البنيات التحتية للمصنع والشغل الهندسي المطلوب.
اكتملت المرحلة والآن بصدد تجهيز المرحلة الثانية اللي هي برضو قطعت شوط كويس. كما التقى والي ولاية نهر النيل المكلف دكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون بوالي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء الركن معاش مصطفى محمد نور ببورسودان، وناقش اللقاء مجالات التعاون المشترك بين الولايتين في العديد من المجالات. وقدم والي نهر النيل تنويرا شاملا عن إمكانات وموارد ولايته والمشروعات التنموية في مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء وإمكانية الاستفادة من تجارب الولايتين خاصة البحر الأحمر كولاية استراتيجية للدولة. من جانبه أكد والي البحر الأحمر استعداد حكومته للتعاون والتنسيق بما يحقق المصالح المشتركة. دينا أخونا الوالي يعني فكرة عن المشاريع المهمة والكبيرة جدا الجارية في ولاية نهر النيل، وأيضا هو يعني أدانا كثير من الأشياء الجارية في ولاية البحر الأحمر. ويمكن اللقاء التفاكر الزايد بين الزملاء يمكن بيدي مؤشرات كده، لأن الناس يعني هم ماشيين بخطوة ثابتة وقوية جدا لخدمة المواطن، بالذات التركيز على الخدمات الأساسية اللي بتتمثل في المياه والكهرباء والطرق والتعليم والصحة، دي الأساسيات اللي هي بيرتكز عليها الشغل الارتكاز الكامل والكلي. تسلمت إدارة السجل المدني بولاية نهر النيل مباني السجل المدني بمحلية أبو حامد التي تم تأهيلها بتكلفة تجاوزت 289 مليون جنيه، وحددت اللجنة المكلفة باستلام المبنى الاحتياجات الفنية اللازمة لبدء تقديم الخدمات للجمهور. من يصدق أن مكتبا متكاملا للسجل المدني قد اكتمل بناؤه وزينت صالاته خدمة لإنسان أبو حمد الذي كان وما زال يقطع المسافات إلى مدينة عطبرة لاستخراج أي من أوراقه الثبوتية؟ الحلم أصبح حقيقة بجهد مجلس المكون المحلي بجانب الجهاز التنفيذي لمحلية أبو حمد في تشييد مباني السجل المدني وتجويد الخدمات بها. الحمد لله سبحانه وتعالى، نحن الليلة في مكتب السجل المدني والجوازات لمحلية أبو حمد، وده من المشاريع الكبيرة جدا القوات بها المسؤولية المجتمعية من الألف للياء، وحريصة جدا مكتب المسؤولية المجتمعية، حريصة جدا المكتب السابق والمكتب الحالي أنه يقدموا كل الخدمات اللي بتساعد أهلنا وبتخلي الزول يتلقى الخدمة في أقرب محل بأقل تكلفة. ونحن بنقول للناس دي 232 مليون من جروشكم تعملت في الشغل ده، فبتعدي الزول بيسوي الحاجة يعني بيقول لك ده شغل الحكومة، لكن دي الحكومة ما بتسير كل حاجة، وحتى كان بيسويها ما بتجينا هسي. المبنى بصورته الحالية لا ينقصه شيء سوى بعض الأجهزة والمعدات والكادر البشري، وهذا ما وعد به رئيس لجنة المعاينة الموقع عميد شرطة عماد الدين عبد اللطيف، إن العمل سيبدأ قريبا بعد اكتمال مطلوبات التشغيل. الحمد لله المسؤولية المجتمعية وفرت هذا الطرح الكبير وإعادة نظرة في المحلية وجزاهم الله خير. نحن جينا عشان نستلم، وبعد طوال إن شاء الله ما حيتأخر، ونرفع إن شاء الله للمسؤولين وإن شاء الله ونعجل بالفتاح إن شاء الله غريبا جدا إن شاء الله. الجهاز التنفيذي لمحلية أبو حمد حريص جدا لإكمال كل المرافق الحكومية، ويسعى بكل جهد في تحسين كافة المرافق التي تعين مواطن أبو حمد. حقيقة المبنى اجتهدت فيه محلية أبو حمد مع المكون المحلي من أموال المسؤولية المجتمعية ومساهمة من المحلية أيضا، تم هذا المبنى بتكلفة غاربت 289 مليون. أتمنى إنه هذا العمل يفتتح قريب لأنه نواقص فيه ما كثيرة، وهو مستحق لمواطن أبو حمد، وإن شاء الله المشاريع كثيرة في القريب العاجل إن شاء الله. مثل هذه المشروعات الممولة من عوائد التعدين تطفي ألم ووجع أهل محلية أبو حمد لتحملهم تبعات التعدين التقليدي وما يترتب عليه من آثار. محمد عبد البسط، تلفزيون السودان، محلية أبو حمد.
التقى الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة بمحلية المناجل، التقى بالمهندس ياسر عبد الجليل نجد مدير الإدارة الزراعية بأقسام المناجل وممثل محافظ مشروع الجزيرة لإنجاح موسم العروة الصيفية، حيث أكد السيد الوالي على ضرورة الاستعداد المبكر وفق خطة متكاملة تهدف لزراعة أكبر مساحة من مساحة المشروع من محاصيل العروة الصيفية التي تمثل الركيزة الأساسية من المحاصيل، مشيرا إلى أن حكومته لا تدخر جهدا في إنجاح موسم هذا العام. المهندس ياسر عبد الجليل نجد مدير أقسام المناجل وممثل محافظ المشروع أكد عزم إدارة المشروع على تقديم خطة متكاملة لزراعة الذرة والقطن والفول وفول الصويا والخضروات التي تخاطب احتياجات الأسواق المحلية. وقمنا بتنوير بسير عمليات حصاد القمح في منطقة المناجل والمناطق التي تم تحريرها بمنطقة الجزيرة، واطمأن السيد الوالي على سير عمليات حصاد القمح، وقمنا معه بمناقشة الخطة التأشيرية لمشروع الجزيرة لهذا الموسم 2024-2025، والتي اشتملت على زراعة مساحة حوالي 1500 فدان في الموسم المقبل. تفاصيل محصول الذرة تقريبا المساحة المستهدفة حوالي 500,000 فدان، محصول القطن، فول الصويا، الفول السوداني، جناين الخضروات. وأمن السيد الوالي على المساحات التي تم رفعها، ووعد بتكوين لجنة على مستوى الولاية وعلى مستوى القومي لإنجاح الموسم الصيفي الزراعي في مشروع الجزيرة. كما استقبل والي ولاية الجزيرة وأعضاء اللجنة الأمنية وقيادات المقاومة الشعبية المسلحة بالولاية قافلة الإسناد والدعم المقدمة من الأمير عوض الجيد عبد الله أمير الكواهلة، وثمن والي الجزيرة جهود الأمير عوض الجيد في دعمه المتواصل للمجهود الحربي، كما أشاد بتدافع أبناء الكواهلة لميادين معركة الكرامة. الأمير عوض الجيد أكد أن إمكانيات أبناء الكواهلة البشرية والمادية تحت تصرف القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المسلحة. قافلة دي الآن من القوافل المستمرة لدعم القوات المسلحة، يمكن أول من بادر بدعم القوات المسلحة في معركة الكرامة كان أكبر قافلة من قبيلة الكواهلة وثلاثة قوافل أخرى، ولكن الحمد لله الآن دي قافلة من الذبائح إن شاء الله لأخواننا في الصفوف الأمامية وارتكازات في ولاية الجزيرة من الفرقة وهيئة العمليات والمتحرك ولاية الجزيرة إن شاء الله بإذن الله. بهذا مشاهدينا تكون قد تكاملت موضوعات والأحداث، أعود وأذكر بأبرز العناوين. البرهان يزور مستشفى الجكيكة ويطمئن على مستوى تقديم الخدمة الطبية. وزير الزراعة يشارك في معرض المكناس الدولي بالمغرب. جبريل إبراهيم يؤكد دعمه لعمليات التعضين بولاية نهر النيل. وزارة الثقافة والإعلام تعلن السماح لقناتي العربية والحدث باستئناف عملهما بالبلاد. انتهت أحداث اليوم لهذه الليلة، حتى نلتقي نترككم في حفظ الله ورعايته.